يقول: هل جلسة الاستراحة من السنة؟ وما حكم سد الفرج في الصفوف؟ الصحيح أن جلسة الاستراحة ليست سنة، وإنما هي مباحة لمن يحتاج إليها من كبير السن أو المريض، أما القوي فلا يجلس للاستراحة لأنه ليس بحاجة إليها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في قوته، إنما فعلها لما ثقل عليه الصلاة والسلام. هذه جلسة الاستراحة. وش الباقي؟ يقول: سد الفرج في الصفوف. سد الفرج في الصفوف واجب، ولا يبقى في الصفوف فرج تخلل منها الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراصة الصفوف واعتدالها والعناية بها، لأن هذا من تمام الصلاة. نعم.